کشیر ہند سپوت ایمن متعلق حضرت خطیب ملت اس فرماوا اہل سنت والجماعت تمی خطر حسش میں آخ تن آور کل دیتمت ایمن متعلق تم پانو اس فرماوا کہ وہن روجن سائنن جوانن دلن منز کان شک اس متعلق کان کھوچنائنی تیمن علم سی یا عربی لنگویج سی باقی علوم و فنون سی تم خطر آسا دیتس رب العالمینن اور بفیض حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی قدس اللہ سرہ العزیز حضرت الدکتور گل محمد ازہری اطال اللہ عمرہ و افاد علینا فیودہ اس دمو تمنی بلا تاخیر دعوت چونکہ وقت چو آریا کام امن اس پہ ورمود کی تو دمو اس بغیر حد وقت مگر امن چھ کیم پرابلم تم موجب کریمو پانے ایسے اظہار کہ اس دمو مختصر وقت مر انشاءاللہ امید چھو ہے کہ ما قل و دل اللہ تعالی دین ات پیٹ عمل کرن توفیق السلام واجب الاحترام علماء کرام ٹائٹو بزرگو دوستو رفیقو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اذن تو سماعت گڑے کرو وقت چو کم ہمیں علاوہ چو بیاک چیز تھی تو یاسو بوشمت کنی تھی مجلس مز بوشس بہن پتہ کمر چاک پرابلم یس ستنم تسمز یت مظلوم وادی مز ایسے سیتی سبدیو تم کوئی جو وجوہات البت امائی ٹائم امائی کیہ منٹ یزنی تیت نائک صاحب فرمو خان صاحب فرماون علیہ رحمہ کیسے ہے کہ عربی سیت وائی مرعوب کرت کا بکر کیا الفاظ عربی زبانی منزے تم لگن ایسی ضرورت تم لگن ایسی ضرورت ہنا گیسی آتمان تھکنتے ان ساتھ گیس تھکنتے بے شک بیتی یہ لی یس مین موجوب تھکنوس تم سنزی مجلس آئیس سبحان اللہ بے شک کیجی کشر علماء ہو وارہ کم ظرفی تمو ہو برمجی کھونٹ یو تم کس نسبس منز عقل چھ تمو ہو تیچی ہاں ما سوائے مرحوم خان صاحب یمس خان صاحب اس یہ تیتی موقع ملیو تیتی تیتن سون ناو بے شک ایسے اس تم ساتھ عربس منزی یمس ساتھ اس کشرین اوس کرن بیدا کشرین کمی اگر دو کرتے پاتے میں سے آکھ گلتی دوپن میں حضرت رائے چکر ایک عربست کشمیر اس پانوائیں قدل چکن مگر قدل بنا ہو تیل یہ دویم کنار ایسے یہ دویم سائیڈو سہلی اوز کنار اوز بکا پر بنا ہو قدل کہے جی آت کنار اس پیٹ چھو اتکیت ہوئی ایس ڈاکٹر صاحب یہ تیت بیان کرن دپن اکیان چھ نجدیت بیان چھ وہبیت بیان چھ بیاکیت بیاک چیزا رالائی جو استیت بیان چھ نفسیت ایشمان سوینی سائیڈ اسمان سوی نفسیت چھ دور کریں اس گسو پانے بے شک
صرف سی نفسیت یوت کنٹرول کریں کیز اچھن باقین ہند پٹھ اختلاف اچھن کن تی چیز آستانس گسنس پٹھ اختلاف کنس کنس خان صاحب مناونس عرس مبارک مناونس پٹھ کنس اختلاف نہ کنس ساری کنس کن تنظیم کان بی تنظیم کان بی نسب کان بی پارٹی ہند مگر ات پٹھ ساری اس متفق تیل کیز اختلاف اس گسن سو چھ گسن نفسیتس پٹ ات نفسیتس چھ مہربانی کرت علاج کرنچ ضرورت عباد اللہ اننا قد اجتمعنا هذا اليوم المبارك كي نحتفل بيوم مبارك قد وصل الى الله عالم من علماء كشمير سبحان الله المسمى المرحوم الشيخ مشتاق احمد خان عليه الرحمه عباد الله وما انتم تعلمون عنه اذا كنتم تريدون ان تعلموا عنه شيئا فاعلموا انه قام بنشر الدين الله في الزمن الذي كان الجهابذة يخافون ويترعرعون كانوا يخافون ان يتفوهوا بكلمة ولكن هذا الشيخ قد تولى بكلمة الحق وتفوه بالحق حتى انه عانى معاناة كثيرة ومن هذه المعاناة انه اطلق عليه الرصاصات وانا اعلم عنه عندما كانت الرصاصات في جسمه وجسده ورغم ذلك دعوته الى احتفال ديني فما تزحزح وما تخلف والمشاهدات الفيديو هي مشاهدات موجودة عندنا وعلى النت أي وعلى انترنت في هذه في أيام موجودة بأنه خرج لتبليغ دين الله في هذه الأحوال وهذا جهابذ من جهابذة الأمة حاول أن يوحد صفوفنا حاول أن ينبهنا وما أنتم تعلمون ما هو الانتباه يا عباد الله الانتباه قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في الماء يصلون على معلم الناس الخير كان يعلمنا الخير كان يوجه إلينا الدعوات الخير ونحن عباد الله ما أدينا حقه كما كان ينبغي لنا كما كان ينبغي لأهل السنة والجماعة كما كان ينبغي لمن كانوا يتلقون على يديه لمن كانوا يسمعونه يسمعون خطبه ويسمعون نصائح ولكننا يا عباد الله إن الله قال إن الله لا يضيع أجر المحسنين فكان محسنا فإحسانه لا يضاع فإحسانه لا يذهب سدى بل هذا الإحسان يتذكره ويذكره ويجعل نبراس منهجه أجيالنا القادمة إن شاء الله فيا عباد الله نحن إذا اجتمعنا فنحن هذه النداءات لا نتوجه بها إليكم
بل نتوجه هذا زمن النت وهذا زمن الانترنت وهذه الشبكات هذا الكلام سينتشر إن شاء الله ينتشر في المشرق والمغرب وعند أهل العرب الذين خصهم الله تبارك وتعالى لفهم القرآن لفهم الحديث لفهم السنة ولفهم أصل هذا الدين. ونحن أخيرا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يغمره برحمته وينزل على قبره الشريفة من عند الله منزلا كريما ومنزلا مباركا فاعتبروا يا أولي الأبصار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري وأمركم إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جزا. چونکہ علمی بیان عربی اندر تش عالم نے سمجھ یون انشاءاللہ رحمان عام عوام شاسن اتنش بے خبر.